الطريقة التانية للتعبير عن المستقبل am is و are زائد going to زائد المصدر. احنا خدنا طريقة قبل كده للتعبير عن المستقبل اللي هي المضارع الايه؟ المضارع المستمر. نفتكرها كده مع بعض، امتى بستخدم المضارع المستمر للتعبير؟ امتى الحالة اللي بستخدم فيها المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل؟ حاجة ايه؟ ترتيبات. حاجة ترتيبات هتحصل في الايه؟ في المستقبل، زي الحفلات، زي حفلات الزفاف، زي الاجتماعات، زي الحاجات اللي لها ترتيب ايه قبليها. طيب اي كلمات الداله اللي اشوفها اعرف ان انا هنا هستخدم المضارع المستمر؟ كانت كلمات ايه؟ كلمه arrange وprepare او الناون منهم. كلمه arrange وprepare اشوفهم اعرف ان انا هستخدم المضارع المستمر اللي هو am واز وار والفعل اي ان جي. الطريقه الثانيه عندي النهارده للتعبير عن المستقبل اللي هي برضو am واز وار، بس عندي going to. going to، طب going to مطبوعه بالايه؟ بالمصدر. يعني مثلا it's going to rain. هيسكت على كده؟ لا، لازم هيقول لي دليل. going to بستخدمها مع التوقعات او التنبؤات اللي لها دليل، اللي لها دليل في الوقت الحاضر. I can see dark clouds. I can see dark كلاود، السحب السوداء اللي بتيجي قبل المطر ديت موجوده، يبقى ده دليل ولا لا؟ ده دليل. يبقى اذا هنا انا استخدم جوينج تو زائد الايه؟ زائد المصدر. يبقى اول استخدام لجوينج تو زائد المصدر التنبؤ على المستقبل مع وجود دليل في الوقت الايه؟ في الوقت الحق. انا شفت دليل هو اللي خلاني متاكده ان الحاجه دي هتحصل، تمام كده؟ برضو بستخدم جوينج تو مع ال بلان، الخطه. لو قال لي كلمه بلان او بلاند، بصوا انا هقول لكم الكلمه واي مشتق منها، يعني ممكن تيجي بلاند وممكن تيجي اي كلمه، المهم الكلمه دي اي مشتق منها. كلمه بلان، بلان يعني خطه. دايما بستخدم جوينج تو مع خطه، نيه، قرار. نحفظها، خطه، نيه، قرار. اي خطه، اي نيه، اي قرار، يبقى في الحاله دي انا بستخدم جوينج تو. طب يعني ايه خطه؟ او يخطط يعني بلان. نيه اللي عند الفعل الاساسي decide، ممكن تيجي الناون منها decision، يبقى decide او decision. بلان او بلاند او اتس ماي بلان، ممكن تجيلي بنفس الطرق دي. قرار، نيه، intention. intend اصلا الفيرب، intend يعني ينوي، intention يعني نيه. يعني اي كلمه من الكلمات دي او مشتقاتها اشوفها اعرف ان انا هستخدم هنا ايه؟ going to. نحفظها، هي خطه، نيه، قرار. اي خطه نيه قرار يبقى جوينج تو على طول. هيجي لي لازم ديسايد او ديسيجن، كلمه او الناون منها. ديسايد الناون منها ديسيجن، انتند الناون منها انتنشن. بلان ممكن يقول لك اتس ماي بلان، اتس ماي بلان انها خطتي، او اي بلاند انا خططت. المهم الكلمه او المشتق منها. يبقى جوينج تو بستخدمها مع خطه، نيه، قرار. خطه، نيه، قرار. يخطط بلان، يقرر ديسايد، ينوي انتند. طيب لو انا عايزه انفي الجمله اللي فيها جوينج تو، اي نفي فيرب تو بي اتفقنا ان هو في ايه؟ نوت، مفيش فيها اي حاجه. يعني اتس جوينج تو يعني النفي بتاعها ها تزنت جوينج تو رين. جزئيتين لازم اكون فاهمان، النفي هنفي نوت، ولازم يجي لي بعد جوينج لازم يكون موجوده تو. اتاكد اشيك على كل الحاجات دي في الجمله، لان انا عندي كده كام جزء؟ واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه. لو نفي كمان هيبقوا خمسه. لازم اتاكد ان كل جزء من الاجزاء دي موجود. ساعات يجيب لي جوينج من غير تو، يشيل حاجه بسيطه خالص. ساعات يجيب لي جوينج من غير تو، يجيب لي المصدر متضاف له مثلا الفعل متضاف له اي دي او اي ان جي. يجيب لي going to من غير الفيرب to be. الاجزاء كتيره شويه هنا، فلازم اتاكد ان كل جزء موجود. اشوف عندي to موجوده ولا لا، اشوف المصدر موجود ولا لا، فيرب to be موجود ولا لا، going بشكلها ده هو موجود ولا لا. ما تنفعش تبقى go، ما تنفعش تبقى goes، هو نفس الشكل going to. لازم going to مع ايه؟ مع بعضها. خلاص كده ناخد جمله ثانيه. they are going to play football it's حاجه فيرب تو بي، ثاني حاجه
going to going to مع بعض. ثالث حاجه الفعل في الايه في المصدر. لو عندي النفي not I was or not وبعدين going to وبعدين ايه وبعدين الايه الفعل في الايه في المصدر. اخر حاجه الاستخدام going to احداث على وشك الوقوع يعني حاجه هتحصل. طيب اعرف ازاي ان الحاجه دي هتحصل؟ هيقول لي مثلا الكلمات الداله على المضارع المستمر look listen be careful. كلمات اللي هي بيجي وراها علامه تعجب دي be careful. يبقى الكلمات اللي بعديها علامه تعجب ديت هنا هستخدم معاها كلمه ايه going to لانها بتعبر عن احداث على وشك حاجه هتحصل. انت شايف حاجه هتقع على حد فانت بتقول be careful خليك حريص حاجه هتقع عليك تمام كده. يبقى احداث على وشك الوقوع خطه نيه قرار دي كلها استخدامات ايه استخدامات going to. احداث على وشك الوقوع خطه نيه ايه قرار. يعني ايه خطه او يخطط لا. يعني ايه يقرر decide يعني ايه ينوي intend. النونز منهم decision وكلمه intention اي مشتق منهم هيجي تبقى عارف انه يعني ما بيجي مش لا شرط يجي لي الفعل لا بيجي لي اي مشتق منه تمام كده. يبقى في الحاله ديت دي علامات تعرفني ان انا هستخدم هنا ايه going to عشان افرق ما بينها وما بين المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. المضارع المستمر كنت بس بقى اول ما اشوف كلمه ايه prepare او arrange يبقى اشوف كلمه prepare arrange استخدم المضارع المستمر اللي هو am is وar والفعل ing. اشوف plan decide intend يبقى استخدم am is وar وgoing to زائد الايه زائد المصدر عشان افرق ما بين الزمنيه. يلا بقى نحل عليها في الكتاب. شوف حاجه بس شوف القاعده عندك فين.